مساء الخير مشاهدينا الكرام. السفير السعودي في قصر بعبدة بعد غياب طويل، والسفير الكويتي في بيت الوسط قبيل اجتماع رؤساء الحكومة السابقين. الكريمة في تصريح السفير السعودي وليد البخاري في القصر الجمهوري، حيث لبى دعوة الرئيس العماد ميشيل عون للزيارة، كانت تركيز البخاري على اتفاق الطائف ضامن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وكأن السفير السعودي يقول للمراجع اللبنانية احتكموا في موضوع التأليف الحكومي إلى الدستور، مع تمنيه أن يتم الإسراع في تأليف الحكومة الجديدة وتغليب مصلحة الوطن. ولقد سبقته في هذا التمني ومن دون إعلان السفيرة الفرنسية آن غيو، التي نقلت إلى الرئاسة أجواء قصر الإليزي في التمسك بالمبادرة الفرنسية والدعوة إلى تأليف الحكومة وتحقيق الإصلاحات. في الموازاة، تتوقع أوساط سياسية أن تظهر خطوات في اليومين المقبلين من شأنها إزالة تداعيات وسلبيات ما حصل في الساعات 48 الماضية، والعودة إلى قطار التأليف الحكومي بأجواء إيجابية لترقى إلى الودية يساهم فيها الرئيس نبيه بري، وكذلك وفد من حزب الله يتنقل بين بعبدة وبيت الوسط. وفيما كان البخاري ينهي تصريحه في قصر بعبدة، بدأ رؤساء الحكومة السابقون اجتماعهم في بيت الوسط مع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، الذي كان قد التقى السفير الكويتي عبد العالي القناعي. في البيان الذي تلاه الرئيس السنيورة، تشديد على التمسك بدستور الطائف وتأييد مطلق للتشكيلة الحكومية التي عرضها الرئيس الحريري، واستغراب ورفض لما تم التعامل به مع الحريري ليلة الأحد. في الغضون، بدا واضحا أن التأثيرات السلبية لما حصل أمس على مسار التأليف الحكومي رفع من منسوب التهيب الدولي، ولقد ظهر ذلك في دعوة وجهتها نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي اليوم إلى القادة السياسيين اللبنانيين للتركيز في شكل عاجل على تأليف حكومة تتمتع بالصلاحيات كخطوة أساسية لمعالجة أزمات البلاد المتعددة والخطرة ولتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وقالت يجب المضي بهذه الخطوة التي لم تعد قابلة للتأجيل بعد الآن. رشدي التقت الرئيس عون صباحا في بعبدة، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد شدد في محادثته الهاتفية مع البطريرك الراعي على وجوب الحفاظ على لبنان بعيدا من الصراعات والإسراع في تأليف الحكومة. في خضم تطورات الساعات 36 الماضية، قفز سعر الدولار في السوق السوداء قياسيا بين ليلة أمس وضحاها إلى 15,000 ليرة، ثم تراجع نسبيا بين عصر اليوم ومسائه إلى 13,300 ليرة. إذن تفاصيل النشرة نبدأها من زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري بعد غياب طويل لقصر بعبدة، حيث شدد على أهمية اتفاق الطائف والإسراع في تأليف الحكومة. الرئيس عون كان قد التقى السفيرة الفرنسية قبل لقائه البخاري. أشارت مصادر مطلعة إلى أنه بعد التطورات التي حصلت بالأمس، سيقوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون باتصالات لوضع بعض الجهات المعنية لحقيقة الأمور التي أدت إلى ما أدت إليها على الصعيد الحكومي. ضمن هذا السياق، أتى لقاء الرئيس عون مع السفيرة الفرنسية آن غيو والسفير السعودي وليد البخاري. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون وضع سفيرة فرنسا في الإشكالات التي رافقت تشكيل الحكومة، وأكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية كمشروع إنقاذي للبنان وليس كوسيلة للسلطة. وأكد أيضا أنه سيتابع جهوده لمعالجة الموضوع الحكومي وفقا لما تقتضيه مصلحة لبنان والدستور. مضيفة، في اللقاء بين السفيرة الفرنسية والرئيس عون لم يتم التطرق إلى مسألة العقوبات الأوروبية التي تم التلويح بها سابقا. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عرض أيضا في اللقاء مع البخاري بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحكومية، مؤكدة أن كل النقاط التي كانت بحاجة إلى توضيح توضحت. وأكدت المصادر أن تحرك الرئيس عون سيكون متعدد وسيظهر في الأيام المقبلة. السفير السعودي وليد البخاري أكد على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء. ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية
ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء. كما ندعو جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة للشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. كما نؤكد دوما على أهمية مضامين قرارات مجلس الأمن 1701 1680 1559 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته. ونشدد بأن اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان. كما أطلعت فخامته هذا المساء على مبادرة السعودية للسلام في اليمن، ورحب فخامته بكل تأكيد بهذه المبادرة. وشدد بوخاري على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ودعا جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا. رئيس الجمهورية استقبل سفيرة فرنسا في لبنان أنغري، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات الأخيرة، لا سيما فيما يتصل منها بالأزمة الحكومية. وقد شرح الرئيس عون للسفيرة غريو الإشكالات التي رافقت مراحل تشكيل الحكومة، مؤكدا تمسكه بالمبادرة الفرنسية ومشددا على العمل من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة. في بيت الوسط، الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري تناول بعد الظهر مع السفير الكويتي التطورات ومسار تأليف الحكومة والعلاقات الجيدة بين لبنان والكويت المتمسكة بالاستقرار بلبنان وبالوصول إلى تأليف حكومة. وبعد لقاء الحريري عبد العال القناعي، حصل الاجتماع بين رؤساء الحكومة السابقين، وصدر بيان تلاه الرئيس سنيورا مشددا على التمسك بدستور الطائف ومؤيدا بقوة التشكيلة الحكومية التي أنجزها الرئيس الحريري. أدى رؤساء الحكومة السابقون وبمن فيهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة أسفهم واستغرابهم من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة في التخاطب بين الرؤساء وفي تشكيل الحكومات في لبنان. ومن ذلك تجاوز فخامة الرئيس لأحكام الدستور، وكأن المقصود إحراج الرئيس المكلف لإخراجه. ثانياً، الدستور له نصوص عندما يتم الالتزام بها لا يضل من بعدها المسؤولون، وعليه فإن الرؤساء السابقين إذ يعبرون عن احترامهم للدستور واحترامهم للوطن يؤكدون على تمسكهم بالدستور نصا وروحا وبوثيقة الوفاق الوطني في الطائف. وبالتالي فإن كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي هي مردودة سلفا، ولن ينجر إليها ولن يجد من يستجيب لها بدليل التفاف طوائف متعددة حول مبادرة البطريرك الراعي. ثالثا، ينوه الرؤساء السابقون بالموقف الوطني المسؤول والرصين للرئيس سعد الحريري الذي كظم غيظه وتحلى بالصبر وتصرف بترفع ومسؤولية عالية واعتصم بما نص عليه الدستور وأكد على الالتزام والاحترام الكامل للنصوص والأصول الدستورية والمؤسساتية، وعلى حرصه في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة على القيام بالخطوات الإنقاذية على مختلف المستويات. وعلى هذا الأساس فإن تمسك الرئيس الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنت أو المغالبة، وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون ويريده أيضا أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم. رابعا، يدعو الرؤساء السابقون الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم
والمنطلق مما يجهد اللبنانيون لتحقيقه، ولا سيما في ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحر، وفي التأكيد على التمسك بمقتضيات السلم الأهلي والنظام الديمقراطي البرلماني وبقيم العيش المشترك والحفاظ على الحريات العامة، كما يؤكدون على موقفهم الثابت بضرورة المسارعة والتوجه فوراً نحو اتخاذ الخطوات الإنقاذية لمعالجة الاختلال الحاصل على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل أن تتشكل حكومة إنقاذية ذات مهمة محددة مؤلفة من ذوي أصحاب الكفاءات المستقلين غير الحزبيين، تستطيع أن تعمل كفريق متضامن بعيداً عن الانخراط في سياسات المحاور والصراعات الدائرة الضارة، وبالتالي تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع أن توقف الانهيار، وذلك قبل فوات الأوان وبعيداً عن محاولات التهديد والترهيب والوصايات الحزبية أو الطائفية أو الدعوات للعبث بالدستور. رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهته التقى في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني بعد الظهر الوزير السابق غازي العريضي، وجرى عرض للأوضاع والتطورات السياسية. العريضي غادر عين التيني بعدها من دون الإدلاء بتصريح. دعت جامعة الدول العربية جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى إعلاء المصلحة الوطنية والعمل في شكل سريع لإنهاء حال الانسداد السياسي الذي فاقم من معاناة الشعب اللبناني. وصرح الأمين العام المساعد السفير حسام زكي أن الأمين العام أحمد أبو الغيد يستشعر قلقا كبيرا جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق لبنان نحو وضع شديد التأزم، ملامحه باتت واضحة للعيان. أضاف: أجدد استعداد جامعة الدول العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تأليف حكومته من دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي أيدها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه في الثالث من أذار الحالي. البطريرك الراعي حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مساعدة لبنان. غوتيريش أبدى اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبوجوب تأليف حكومة. تواصل هاتفي بين البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حصل ليلة الاثنين، وأعرب فيه غوتيريش عن اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبوجوب تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيدا من الصراعات. البطريرك الراعي شرح له حال اللبنانيين وموقف الدولة وعجز الجماعة السياسية عن الجلوس معا والاتفاق على مشروع إنقاذي في وقت انتشر فيه الجوع والفقر وتدهورت العملة الوطنية اللبنانية وشرف البلد على الانهيار التام. وأبلغ البطريرك الراعي الأمين العام للأمم المتحدة أن اللبنانيين ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة، خصوصا أن لبنان هو عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدولية منذ تأسيسها. وكان الاتصال مناسبة ليطلع البطريرك الراعي الأمين العام للأمم المتحدة على الأسباب الموجبة التي دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وانتهت المكالمة باستمرارية التواصل في شأن التطورات. وفي بكيرك اليوم البطريرك الراعي التقى الرئيس ميشيل سليمان الذي أعرب عن أسفه لما حصل في البلاد ورأى من المعيب أن يصبح لبنان محطة أنظار العالم لإنزال العقوبات على مسؤوليه. من 2006 بيحكوا بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح غير الشرعي، منوصل لوقت نهدد بالحرب الأهلية وبفرض القوة بمكان ما، عيب انه ما نقدر نعالج هالسلاح. وهلأ استراتيجية دفاعية يمكن ما عاد لها لزوم. هلأ استراتيجية دفاعية صار لازم تكون جدول بالتخلي عن السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيد الدولة، جدول زمني ما يتجاوز 6 أشهر أو سنة. عيب نقول الحياد عمالي، عيب نرفض
المؤتمر الدولي ونحن ما عم نعمل شيء. هذا العيب. العيب انه كل الدول عم تتسلى فينا ولا تعمل عقوبات بالشخصيات اللبنانيه. من امتى هيدي كانت انه اوروبا بدها تعمل عقوبات، تفرض عقوبات على الشخصيات اللبنانيه، امريكا بدها تفرض عقوبات، الخليج بده يفرض عقوبات، ما بعرف بعد اي دوله مع احترامي لكل الدول بدها تلقط ملف وتقول انا بدي افرض عقوبات. عيب. هذا لبنان. وفي الصرح البطريركي ايضا وفد حزب الكتله الوطنيه يتقدمه الأستاذ بيير عيسى، الذي رأى أن الموجودين الآن في إدارة لبنان غير صالحين للبلد ودولته وشعبه، ودعا إلى قيام حكومة انتقالية. الاحتلال الداخلي، لأنه هو احتلال داخلي بالنتيجة، الاحتلال الخارجي شو بيعمل؟ بيدمر البنية التحتية. الحمد لله دمروا البنية التحتية. شو بيعمل الاحتلال الخارجي؟ بيسرق ثروات الوطن. الحمد لله ما خلوا شيء من ثروات الوطن. بيسرقوا المواطنين، ما بقى في حدا يوصل على قرش بالبنك. بيقتلوا المدنيين، عم بيقتلوا المدنيين. بيشرخوا المجتمع بين موالات وخائن. الحمد لله نحن ما عندنا موالات ومعارضة، عندنا موالات وخائن. يا لها المحور يا لها ذاك المحور. ما في فرق ابدا بين الاحتلال الخارجي والاحتلال الداخلي، واليوم اللي عم بيصير هو مقاومه داخليه وطنيه. ونحن جينا نبلغ خطه البدرك انه نحن مكفيين بالمقاومه تبعنا وما في حق بديع، وان شاء الله قريبا نقدر نوصل لنتيجه. مفتي الجمهوريه اللبنانيه الشيخ عبد اللطيف دريان التقى السفير القطري والنائب السابق امير رحمه وشخصيات بالتقرير الاتي. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى السفير القطري محمد حسن جابر الجابر، يرافقه القنصل علي العزبة، بحيث قدم السفير درع السفارة للمفتي وجرى البحث في الأوضاع العامة. النائب السابق أمير رحمي زار دار الفتوى متحدثا عن وجوب العمل للوصول إلى بداية حلول للأزمة. أتيت كالعادة لأستنير من رجل وطني، من مرجعية وطنية كبيرة تتطلع نحو كل لبنان عن طريق اللا غالب واللا مغلوب، عن طريق التفاهم، عن طريق التضامن، واستنرت منه كثيرا. وقررنا أن يسعى كل من مكانه للوصول إلى بداية حلول. وفد الجمهورية القوية بلغ دار الطائفة الدرزية في فردان بالتقرير الآتي. متابعة للجولة التي يقوم بها وفد من الجمهورية القوية، زيارة لدار الطائفة الدرزية، رأى بعدها نائب رئيس الوزراء السابق غسان حصباني أن الشعب مصدر السلطات، ولابد من أن يقول كلمته، فبعد أن قالها في الشارع حان الوقت ليقولها في صناديق الاقتراع. ولفت حصباني إلى أنه كلما تأخر هذا الاستحقاق كلما زاد الانهيار، مؤكدا أنه بعد الذي حصل لا نتوقع من السلطة إنجاز الإصلاحات وتحسين الحكم. فلا يمكن بعد ما حدث ويحدث أن نتوقع من السلطة القائمة أن تنجح بإجراء الإصلاحات المطلوبة أو محاسبة الفساد أو تحسينا لأداء الحكم وإجراء الانتخابات النزيهة، خاصة في موعدها ومن تلقاء نفسها. إعادة تكوين السلطة من مصدرها أي الشعب أصبحت ضرورة إنقاذية. وللقائلين أن لا تغيير سيحصل في الانتخابات نقول كفى إحباطا للناس. حصباني أثنى على مواقف الشيخ نعيم حسن الوطنية والجامعة والداعية إلى التحرك لإنقاذ البلد مما يمر به. كورونيا، تم تسجيل 42 وفاة و 3851 إصابة بالساعات 24 اللبنانية الماضية. الاتحاد العمالي العام يطلق صرخة في التقرير الآتي. صرخة تحذير أطلقها الاتحاد العمالي بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بشار الأسمر باسم العاملين في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، لعل هذه الصرخة تصل إلى آذان من يريد أن يسمع، وإن لا فنحن على أبواب تحرك واسع وضاغط على مختلف المستويات وبكل الطرق
كما أكد بيان الاتحاد، مشددا على وجوب تأليف حكومة طوارئ فورا قادرة على إرساء بعض الاستقرار السياسي يمهد إلى بداية معالجة اقتصادية ووقف التقاذف بالاتهامات. ووضع الاتحاد عددا من المطالب الآنية والملحة لمواجهة حملة الإفقار المنظمة، منها دفع سلفة على الأجر في القطاعات المنتجة والفاعلة والمربحة في هذه المرحلة كبدل غلاء معيشة إلى حين الاتفاق مع الهيئات ووزارة العمل على قرار تصحيح الأجور، وطالب بوضع خطة لحماية الذين صرفوا من العمل ورفع قيمة بدل النقل ومضاعفة بدل المنح المدرسية في القطاعين الرسمي والخاص. ودعا الاتحاد القوى المناصرة للعمال وذوي الدخل المحدود إلى دعمه والمشاركة في الضغط والموقف لتحقيق الحد الأدنى من العدالة، هذا إذا ما بقيت لدينا عدالة كما ورد في البيان. ما هي التوقعات لمسار الأسواق المالية بعد تعثر أو انسداد مسار تأليف الحكومة؟ الفقرة الاقتصادية نادى الحوت. حدث الأسبوع الماضي كان الارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار، قابله لاحقا انخفاض بنسبة نفسها في سعر الصرف، مما أثار بلبلة وتساؤلات، وكان الجميع ينتظر نتائج اجتماع بعبدة ليحدد المسار في السوق المالي. بعدما تبين الفشل في اجتماع القصر الجمهوري، تفاعل الدولار فورا في اتجاه صعودي متخطيا 14,000 ليرة لبنانية. ما هي التوقعات لمسار السوق المالي في المرحلة المقبلة في ظل انسداد الأفق السياسي؟ بس رئيس جمهورية ورئيس حكومة ما يقدر يعمل حكومة، شو ما كانت أهمية هالحكومة ودورة، هذا بيبين أنه ثقة انفقدت بالبلد، وهذا بينعكس أكيد بقيمة الليرة بالنسبة للدولار. يعني تاني عامل اللي هو كمان مهم هو وجود احتياطي بالدولار يلي بينتج وبيكبر عن تدفقات بالدولار من الخارج للبنان، مش هالدولار اللبناني يلي عم يصير فيه إعادة تأهيل وتنقول إنه في دولارات، عن دولار فريش من برا. واليوم ولا لبناني ولا مستثمر أجنبي مستعد يحول دولار على لبنان بظل هيدا الوضع السياسي والاقتصادي القائم. بعدما فقد اللبناني الأمال المعلقة على اجتماع بعبدة، دخل لبنان مرحلة شديدة الغموض والتعقيدات إن كان في المسار المالي الاقتصادي أو الاجتماعي. نجاد رشدي وشخصيات في لقاءات الرئيس عون قبل الظهر. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المنتمية إلى المنظمة الفرنكوفونية في مساعدته خلال هذه المحنة غير المسبوقة التي يمر بها والتي يواجه في خلالها مشاكل وعقبات متزامنة. وأوضح أن لبنان يعمل على محاولة مواجهة وباء كورونا، معربا عن أمله في إمكان تلقي أكبر عدد ممكن من اللبنانيين اللقاح في وقت سريع. من جهتها نقلت الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية لويز موشيكيو أبو إلى الرئيس عون تضامن ودعم المنظمة للبنان واللبنانيين في هذا الظرف الصعب الذي يعيشونه، وطلبت من الطبقة السياسية إيجاد حلول سريعة للأزمة الراهنة، مشيدة بلبنان وبدوره في المنظمة، ومؤكدة على استمرار خطة فتح المكتب الإقليمي في بيروت خلال العام الحالي. أعربنا عن تضامننا ودعمنا، ولكن شاطرنا مخاوفنا من رؤية هذا البلد يغرق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ونحن هنا للقول أننا نسنده. أما السبب الثاني لهذه الزيارة فهو أننا نطلب ونرجو من الطبقة السياسية إيجاد حلول على المدى القصير، أولا لتلبية الحاجات المعيشية. وقد توقعنا خلال متابعتنا منذ أيام قليلة في عيد الأمهات تحديدا أن تكون الطبقة السياسية قد تأثرت بدموع الأمهات، ورسالتنا إلى السياسيين اللبنانيين أننا من كل العالم نثق بكم وننتظر منكم حلولا عاجلة.
الرئيس عون استقبل نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي التي أطلعته على المداولات التي دارت خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بمجريات قرار مجلس الأمن 1701، وتطرق البحث إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي كانت موضع إدانة في مجلس الأمن، وتناول البحث ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولويات لإعادة النهوض بالبلاد. وأكد الرئيس عون للمسؤولة الدولية أن لبنان حريص على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب لتثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية. أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة لسنة 2021 إلى وزارة البلديات الدوائر الإدارية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية عن المقاعد النيابية العشرة التي شغرت بسبب الاستقالة والوفاة. قانون استعادة الأموال المنهوبة أقر في اللجان النيابية المشتركة بانتظار انتخاب قاضيين على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبدء بتحقيق القانون. بعدما أشبع درسا في اللجان النيابية المشتركة أقر قانون استعادة الأموال المنهوبة على أن تؤلف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتنفيذ القانون عليه، تبقى العبرة في التنفيذ. نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزدي خرج مفتخرا بإقرار هذا القانون، ورئيس لجنة المال إبراهيم كنعان يدعو لحزم الأمر والذهاب لإقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. ستشاهدون بأم العين كيف أن المكافحة هيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها بانتظار أن يقوم القضاة بانتخاب القاضيين المسؤولين عن الهيئة الوطنية عن مكافحة الفساد وعن تنفيذ هذا القانون. وعن تنفيذ أهم نقطة بهذا القانون أنه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب الناس كل الناس بصورة مركزة على تحديد من هو المسؤول في كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة أو بأخرى. اليوم المطلوب حزم الأمر، حزم أمرنا جميعا، والذهاب إلى هذه المحكمة الخاصة للجرائم المالية. ما بقى فينا نروح على قوانين منفرغها من مضمونة. بتقل اليوم عندك قانون استعادة أموال منهوبة بيقول لك صحيح، لكن بيبقى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. والمطلوب من مجلس قضاء الأعلى ونقابة المحامين طبعا أن يسرعوا في هذه الانتخابات المطلوبة لأنه الحكومة عينت. عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش وضع الكرة في ملعب الحكومة المقبلة بما خص تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بعد عدة جلسات وصلنا إلى شغل كتير منيح، وإن شاء الله الحكومة القادمة تعين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحتى يبلش هذا الموضوع ياخد دوره. استخدم حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعماله الاحتيالية من خلال إهام ضحاياه بالارتباط بهن، فألقي القبض عليه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. هل وقعتم ضحية أعماله؟ للواتي وقعنا ضحيته الاتصال على الرقم 01-293-293. مؤذن الإعلام بلال شرارة رحل بعد إصابته بفيروس كورونا تاركا إرثا سياسيا وثقافيا على الصعيدين اللبناني والعربي. اللي عم يصير بالوطن العربي تحول لمعركة من أجل السلطة. أنتوا تبعون بكرة، أنتوا للبكرة بتكون تحولوا لهي المعركة من أجل الحقوق، من أجل شرعة عربية لحقوق الإنسان، شرعة تقر قانونيا دستوريا بكل دولة، صرت كل مواطن يعرف أنه له حق بالحياة، له حق بالسكن، له حق بالتعليم، له حق بالصحة، له حق بالتعبير، له حق بالانتماء. بلال شرارة مؤذن الإعلام في لبنان عاشق الكلمة الحرة رحل صامتا بعد صراعه مع فيروس كورونا الذي أهلكه وغيبه عن محبيه وعائلته الكبيرة وعن لبنان الذي عاشقه حتى الرمق الأخير حبا وشعرا ونثرا.
بلال شرارة العاشق لوطنه ولأرضه ولحقول مدينته بنت جبيل، المقاوم والمدافع عن القضية الفلسطينية. بلال الشغوف المحب لقلمه تقاعد عن الحياة بعد سن التقاعد، لكنه لم يتقاعد عن الكتابة وحبه للجنوب وحاكورة داره وشجر الزيتون والتين التي لطالما تفيأ تحتهما ليرتوي حبا للأرض ولترابها التي عاد إليها للمرة الأخيرة. تعددت الأوصاف والشخص واحد، بلال الشرارة رئيس الحركة الثقافية في لبنان، وهو المدير العام للشؤون الخارجية لمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحركة أمل، هو الكاتب والشاعر والمثقف. لقد خسره لبنان وكل من عرفه هذا، وكانت قد نعته كل من الأمانة العامة لمجلس النواب وحركة أمل التي اعتبرت أنه برحيل بلال الشرارة ينكسر قلم كان منذورا منذ بدايات النضال الأولى لفلسطين والمقاومة ولبنان العدالة ورفع الحرمان. بدوره الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز نعاه باسمه وباسم المغتربين اللبنانيين في بيان قال فيه: أمير الثقافة شعرا وأدبا، صاحب الرؤى الجميلة، صديق المغتربين وحامي لوائهم. كذلك قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان نعته في بيان قالت فيه: برحيله خسر لبنان وفلسطين مناضلا وطنيا وعربيا بامتياز. لقد كرس بلال شرارة كل جهوده من أجل منح الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، وكان من أشد المؤيدين لتلك الحقوق. بلال الشرارة ووري الثرى عند الساعة 1 من ظهر يوم الثلاثاء في جبانة مدينة بنت جبيل التي ستفتقده كما سيفتقده كل لبنان. أسرة تلفزيون لبنان تتقدم بأحر التعازي من عائلته الصغيرة وابنته الزميلة عبير الشرارة. عند إحدى التخوم السورية استهدفت بالصواريخ قاعدة عسكرية أمريكية. انطلاق الانتخابات الإسرائيلية ونتنياهو يجهد لتحقيق الغالبية. فتحت صباح الثلاثاء مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال عامين، في وقت يأمل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستفيد من موقع الصدارة الذي احتلته بلاده في حملة التطعيم بلقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم لتحقيق الغالبية والخروج من حالة الشلل السياسي غير المسبوقة. إلا أن الجديد في هذه الانتخابات مواجهة نتنياهو منافسة من مختلف اتجاهات الأحزاب السياسية بما فيهم اليمينيون، ويبرز عدد من المرشحين في مواجهة نتنياهو، منهم يائير لاباد وزير المالية السابق، وجدعون ساعر وزير سابق استقال من الليكود لتأليف حزب الأمل الجديد وتعهد بإنهاء حكم نتنياهو. كما ينافس رئيس الوزراء الحالي أيضا نفتالي بنت أحد مساعدي نتنياهو السابقين ووزير سابق في الحكومة، ويرأس حزب يمين المتطرف، وينافس ساعر على زعامة اليمين بعد نتنياهو، علاوة على بيني غانس الذي تفكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بعدما انضم إلى نتنياهو في ائتلاف حكومي. وجدل غانس بأنه كان من الضروري تأليف حكومة وحدة وطنية، غير أن كثيرين من أنصاره ممن ينتمون للوسط ثاروا غضبا عليه وتهاوت شعبيته، وتبين استطلاعات الرأي أن حزبه قد لا يفوز بأي من مقاعد البرلمان. إشارة إلى أن عملية التصويت ستستمر حتى 10 ليلة الثلاثاء وفق هيئة البث الإسرائيلية، وفي إطار الحماية الأمنية وتأمينا لسير العملية الانتخابية للكنيست ينتشر 20,000 شرطي في محيط مراكز الاقتراع وعلى الطرق والمحاور الرئيسية. أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار أبها الدولي جنوب السعودية بطائرة مسيرة، وذلك بعد يوم من تقديم الرياض مبادرة سلام جديدة تشمل وقفا لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن، ولم يصدر تأكيد فوري عن السلطات السعودية أو التحالف العسكري الذي تقوده المملكة. تقرير فيضانات أستراليا. أصدرت السلطات الأسترالية تحذيرات جديدة من الفيضانات وكذلك أوامر إجلاء آلاف السكان بعد أن هطلت الأمطار الغزيرة مجددا على مناطق عدة في البلاد لتخمر المنازل والطرق وتغرق الماشية في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ نحو نصف قرن. ونشرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية عدة تحذيرات في جميع ولايات وناطق البلاد، الأمر الذي يؤثر على نحو 10 ملايين من السكان. وقال رئيس الوزراء
سكوت موريسون للصحفيين وضع الأمطار والفيضانات ما زال صعبا للغاية. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء العالمية والمحلية جسورا غمرتها المياه بالكامل وحيوانات تقطعت بها السبل ومنازل غارقة في نيو ساوث ويلز الولاية الأكثر سكانا والأشد تضررا. ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في تحسن الأربعاء، لكن المسؤولين حذروا المتضررين من العودة إلى ديارهم على الفور إذ تتسبب الأمطار المستمرة في زيادة منسوب المياه في الأنهار. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم وإلى اللقاء بال11:30.